استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بالشهادة أو التحقيق. ب. طلب أي معلومات من الأشخاص المذكورين في البند ألف تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام. ج. الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية. ح. الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها. ط. مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى. ي. دخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق. أحكام عامة. 7. يجوز للرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له. 8. طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية. 9. تلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق. 10. يلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة. 11. يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة من ذلك. يجوز للجنة 12. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها. 13. توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين. 14. تكون مدة عمل اللجنة 3 أشهر، ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة. 15. ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء. 16. يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها. 17. تتمتع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق. صدر تحت توقيعي في اليوم 20 من شهر أكتوبر عام 2019 دكتور عبد الله آدم حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. شكرا جزيلا. يا جماعة ما في أسئلة، الكلام ده ما بتزاد. نصور نديكم له هسه. شكرا جزيلا. نحب نشكر جدا جدا السيد الوزير على هذا البيان الذي انتظره الشعب السوداني كثيرا، يعني شكرا جزيلا سيد الوزير.